السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد اخواني اخواتي، كالعادة يرجى دعم الفيديو بلايك حتى يصل وانتشر الى اكثر عدد من الناس اخواني اخواتي، مثل ما قرأت بعنوان الفيديو: وهابي شيخ وهابي يقول انا امتلك مصحف فاطمة وسأتي بمصحف فاطمة. سنستمع ان شاء الله لهذه الكلمة، لكن وكعادة هذه القناة المتواضعة اخواني اخواتي والكبيرة بمتابعتكم، نعم ان شاء الله سأستعرض وسأستثمر كذب هذا الشخص الوهابي بعرض قصة استبصار لنور محمد وآل محمد لنفس السبب. اني فخور بنفسي، اني فخور بكم، اني فخور بكل شخص يدعم هذه القناة. نعم قلت قناة متواضعة، لكن القناة كبيرة بكم وبدعمكم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ستكون منبر يكبر يوم بعد يوم بعد يوم. سيأتي إن شاء الله بكلام الوهابي، وسيأتي إن شاء الله باستبصار شخص النور محمد وآل محمد يعلنها مدوية. نعم كذبوا بعبادة القبور وقالوا إن الشيعة يعبدون القبور. نعم كذبوا قالوا اقتل سني وسيكون لك خادم في الجنة. نعم قالوا إن الجبرائيل هو أخطأ في الرسالة، ولا أعلم كيف يخطأ وهو ملك مسير من قبل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم هذا الكذب والنسج الأكاذيب، لكن نجولة هذه الأكاذيب أخواني أخواتي هو موضوع مصحف فاطمة. لنتوجه أولا إلى كلام هذا الشيخ السني الذي قال نعم أنا سأتيكم غدا بمصحف فاطمة. أخواني أخواتي نستمع ونرجع بتعقيب مختصر إن شاء الله، فخليكم على الفيديو. لعلك أن تكون معنا يوم الغد، لأني سوف آتي ببعض الآيات التي أنت تحفظها وأهل السنة ما يحفظونها. عندي آيات، أتقبل أن تأتي غدا؟ غدا إن شاء الله، الساعة مثل الوقت هذا بإذن الله عز وجل. سوف آتي بمصحف فاطمة معي بإذن الله عز وجل. والآن مباشرة نتوجه إلى كلام المستبصر السعودي اللي كان متشدد بشكل جدا كبير، وكان من جماعة هيئة التبليغ. نعم كان من جماعة، نعم جماعة التبليغ استبصر لنور محمد وآل محمد بسبب هذا الكذب، لكن فقط كلمة مختصرة على هذا الكذاب الأشر الذي قال إنه سيأتي بمصحف فاطمة. والله لن تأتي بمصحف فاطمة، لأنه شيء غير موجود، شيء غير موجود موجود، كيف ستأتي به؟ وإن شاء الله سأعاقب على هذا الموضوع بالتعقيب النهائي. الآن نتوجه مباشرة إلى كلام المستبصر لنور محمد وآل محمد من السعودية، نستمع ونعقب فخليكم على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا جزيلا أخي العزيز. والله أنا باختصار، طبعا قبل الإنترنت وقبل أحداث سبتمبر وقبل أحداث الخليج، نشأت طبعا في عائلة وهابية في مجتمع سلفي قح عفوا، وكنت في جماعة التبليغ وهي أحدى الجماعات متشددة زيها زي جماعة السلفية زي جماعة التكفير والهجرة وغيرها من الجماعات. بعد أزمة الخليج طبعا وأحداث العراق وما العراق، بدأت تتضح مسألة بدأت تتضح مسألة التكفير وما التكفير واتهام السلفية بالتكفير، ويعني جذبت أنظار العالم يعني المسألة هذه. فأنا يعني كنت راجع نفسي في بعض المسائل. طبعا انا كنت من اشد يعني ابغض ناس عندي هم كانوا الشيعة، ابغض ما خلق الله على وجه الارض الشيعة. وكنت اوزع سيدي اسمه سيدي سرداب، والله العظيم اقسم بالله سيدي، طبعا يذكر فيه ان الشيعة هم اعداء الدولة الاسلامية وانهم على مدى التاريخ هم زريعة اليهود وزريعة عبد الله بن سبا. يعني هذا هو انت يعني الحين مثلا انت لما تتربى في مجتمع ويقول لك هذا لا اعداء الله، هذا لا اعداء الدين، هذا لا يكرهون الرسول، هذا لا يعبدون علي، هذا لا يقولون ان جبريل نزل وخان الرساله بدل ما يعطيها علي واعطاها لمحمد، هذا لا يعتقدون القران محرف، هذا لا يكرهون عائشه، هذا عندهم كذا وكذا في بعض الاشياء. طبعا اسمحوا لي ما اقدر اذكرها صراحه لدناءه الكلام، عجيب صراحه عجيب.
فطبعا بدأت أراجع نفسي وتركت أيامها كنت مؤذن في مسجد، تركت السلفية وانطويت على نفسي طبعا، وصرت أقرأ وأراجع وتسلم تسلم عزيزي، أراجع وأبحث، طلعت على كتب الأزهر، على كتب الشعراوي طنطاوي غيره من علماء الأزهر، لقيت أنه أنه يخالفون أنه مو أهل السنة. المشكلة أنا خرجت في مدارس وفي صلاة الجمعة أنهم يقولون نحن أهل السنة، نحن أهل السنة، نحن أهل السنة، اكتشفت أن أهل السنة يختلفون عنا، يعني وين السنة؟ حنا ولا هم؟ هم هذول يقولون عن ذولاك أنهم هذولاك صوفية وأنهم غير متمسكين بالدين وأنهم متعلمين وأنهم باعوا دينهم وأنهم، بينما هذولاك يتهمون نحن بالتشدد والتكفير والإرهاب وال... أخذت كتب، راجعت كتب منها فقه على مذاهب الأربعة الإمام الجزيري، قرأت بعض كتب الفقهية بعض، يعني فعندي أصبحت المسألة فيها شك يعني صراحة، يعني خاصة في مسائل كثيرة فقهية وعقائدية، وخاصة في مسألة التكفير. ما التكفير؟ أعجبت مذهب الشافعي وقرأت الإمام الشافعي كتاب الأم، وقرأت كتب كثيرة من كتب الشافعية، عرفت الصوفية، وجدت روحانية في الصوفية، أحببت الصوفية صراحة، عجبت بالزيدية في النهاية، يعني قبل حوالي 3 سنوات عجبت بالزيدية، ذهبت إلى اليمن وذهبت إلى صعدة وقابلت علماء من الزيدية، وذهبت إلى صنعاء القديمة في باب اليمن، في صنعاء القديمة في المسجد الكبير، في هناك مجلس الزيدية وفي علماء الزيدية في اليمن، كبار اليمن يتواجدون هناك، و مها الإسلام حياك الله مها، وجدت الزيدية جدا جدا من أفضل المذاهب اللي مرت. أنا كلما أجد فضيلة عند الشيعة عند الإمامية الاثني عشرية أهرب، كلما أجد عندهم فضيلة أهرب، أقول هذه موجودة عند الزيدية، هذه موجودة عند الصوفية، حبنا هالبيت، طيب الصوفية حبنا هالبيت، طيب يقول الإمام علي أفضل من بكر، طيب حتى الزيدية يقول الإمام علي أفضل من بكر، كنت أهرب من، يعني كان أبعد ما يكون في مخيلتي أني أذهب لهذا المذهب الذين يعبرون القبور والذين مشركين بالله والذين هم أصلا يتبعون الدين المجوسي. طبعا المجوسي طبعا هذا حسب فهمي ذاك الوقت، أنا أتكلم ما قال الكفر ليس كافرا، أنا أتكلم عن مفهومي في ذاك الوقت. عن انتقلت طبعا بحكم العمل، انتقلت للمنطقة الشرقية واحتكيت بالشيعة أول مرة في حياتي من القطيف ومصفوة ومن شكرا جزيلا أخي، المنطقة الشرقية، ورأيت الشيعة لأول مرة في حياتي، فكنت أنا طبعا في وضع احترازي منهم، لأنه قالوا هذا يعتقدون لو يقتلك تصبح خادمه في الجنة، وهذا لازم يدوس على ظلك ولازم يسخ لك الشاي والماء ولازم 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 ولازم، يعني عجيب صراحة، يعني في كلام والله العظيم يستحي الإنسان يقوله يعني لأقرب الناس له، فما بالك يقوله في البالتوك كذا علانية. أنا كنت مهتم بالشيعة، أبغى أشوف مصحف فاطمة، هذا أنا اللي كان يعني الشيء اللي كنت أتعجب منه، مسألة مصحف فاطمة، يقولون عندهم مصحف وغير مؤمنين مصحفنا هذا طباعة المدينة المنورة، فكنت أنا نفسيتي أشوف، فكل ما قابل واحد بحكم العمل أجلس معه يعني شهر شهرين ونتناقش، أقول له أبغى من خدمة، أبغى أشوف مصحف فاطمة هذا، فينكرون الأخوان الشيعة ينكرون، فكنت أسأل بعض الأشخاص الملتزمين يقولون هذه تقية، هو موجود عنده في البيت بس تقية يعني معقولة 200 مليون مسلم، 200 مليون مسلم عندهم مصحف خاشين ببيوتهم ولا في واحد أخرج المصحف هذا؟ يعني والله أنا أقسم بالله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، الآن أسمع أنا الشيخ العرعور، أو أسمع الآن الشيخ الخميس، أو أسمع لعلماء الوهابية الآن أضحك، كنت أستمع نفس المحاضرات هذه سابقا وكنت يعني خلاص أتيبس أستمع، نور على الدرب إذا جاء برنامج نور على الدرب بن باز أو بن أثيمين، خلاص كل كلام يقوله هذا كلام مقدس انتهى ما في نقاش. طبعا برضو في مشكلة صادفتها اللي هي مشكلة حرب الإمام علي مع معاوية، أنا ما فهمتها صراحة، هي عصمة لا نقولها باللسان ولكن أعتقدها في قراءة أنفسنا، يعني الحين لو جاب فتوى بن باز وطلعت غلط أتحدى أحد يصحح له، أتحدى أحد يصحح له، حياك الله دكتور أكسل، يعني مثلا قال ابن باز من قال أن الأرض تدور على الشمس فقد كفر بالله، فقد كفر لا ينفع ولا صلاته ولا صيامه، طيب هذه النظرية غلط من أساسها غلط، فأتحدى أي واحد شيخ وهابي
كبير ولا صغير، اللي يراجع بن باز في المسألة هذه أو يرد على بن باز، أنا أتحدى، شوف أنا أتحدى، ما يقدرون، لأن عندهم هم اعتقاد عصمة، هؤلاء يعتقدونهم معصومين، هم يعتقدون بعصمة الصحابة ويعتقدون أن الصحابة أفضل من النبي، يعني هذه حقيقة يعني، وإن لم يقولوها بألسنتهم، لكن واقع الحال، يعني لما عمر بن الخطاب يحرم المتعة أو يجمع صلاة التراويح ويناقض أمر الله ويناقض أي الحمل على ما مسمومة، المشكلة تنسى مشكلة نجم، يعني كل ما أسأل عن مسألة معاوية وعلي يقولون أولئك قوم قد ماتوا لهم ما كسبت وعليهم ما اكتسبت، المصيب له أجرين والمخطئ له أجر، فكانوا يدلسون علينا بالمسائل هذه. سمعت أشرطة الطاقة السويدان في أربع أشرطة اسمها الفتنة، نزلت في السعودية أسبوعين بعدين سحبوها بأمر بن عثيمين وجبتها من الكويت وسمعتها، رغم انها قصه من وهابي يعني اذكرها يعني مدبلجه بطريقه وهابيه، رغم ذلك مساله مظلمه الامام علي واضحه جدا يعني ما فيها كلام. طبعا اخذت بعض الكتب وصرت اراجع الزيديه، انا عجبت بالزيديه بس واجهت مشكله في الزيديه ان الامامه عندهم غير محدده، يعني الامامه عند الزيديه امامه مطلقه، يعني ما في عندهم إمام معين أو مسمى أو معصوم أو لا 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 لا، أي من أي واحد من نسل الرسول أو من نسل السادة والأشراف يدعو إلى نفسه خلاص يصبح إمام. ففي عندهم في تاريخ الزيدية في تناحرات بين الأئمة الزيدية وفي مشاكل يعني صارت، فمسألة الإمام عندهم فيها ضبابية شوية، مسألة غير واضحة صراحة يعني. وأنا عجبت صراحة بالمذهب الزيدي وهو أنا أعتبر من أفضل المذاهب، لكن عندما تعرفت المذهب الإمامي وجدت أنه هو نهاية الطريق، هو يعني هو اللي يحل لك كل مشاكلك، كل المسائل اللي عندك مخربطة والمشاكل اللي عندك في التاريخ وفي مسألة الصحبة والصحابة تجد أن حلها عند الإمامية. والدليل على أن الإمامية مذهب قوي أنه صمد كل هذه الفترات التاريخ منذ السقيفة أو منذ أن قال عمر من الخطاب للنبي اتركوه انه يهجر كفانا كتاب الله حسبنا كتاب الله، ومذهب اهل البيت هو المذهب المظلوم على مدى التاريخ وتعرض لتشويه تاريخي واعلامي وسياسي وتكذيب، امر عجيب صراحه. يعني انا احاول ان اكفر عن ذنوبي وادعو الان الى المذهب اهل البيت. وطبعا في حديثين واضحين يعني في وضوح الشمس، إذا سألني أحد بعدين يقول إيش العلامة أو إيش العلامة الواضحة في طريق الاستبصار، هو حديث الثقلين وحديث غدير خم حديث الولاية. هذه الحديثة مهما حاول أهل السنة أو الوهابية السلفية أن يكذبوا أو يضعفوا أو يؤولوا أو يحرفوا أو يدلسوا فيهما لن يصلوا إلى حل، لن يصلوا إلى نتيجة، المستحيل مسألة واضحة، الله ولي، ألست أولى بأنفسكم من أنفسكم، قال بلى رسول الله، قال من كنت وليه فعلي وليه. يكذب يقول لك والله علي تهاوش مع واحد يماني في الحج باليماني سب الإمام علي، هذا كذب وتضحك على الناس. هذا الرسول يجمع 140 ألف صحابي ويوصيهم تقول لي والله تهاوش مع واحد يماني، تضحك على مين أنت؟ ليش الكذب؟ ليش التلميس؟ هذا هو النصب، هذا هو النصب بأينا صراحة. فأنا صراحة أول ما دخلت البلد قبل حوالي 6 شهور بدون ذكر أسماء الغرف، أنا كنت أدخل غرف الشيئية وأناقش وأزعل وأخذ وأعطي، لكن وجدت ترحاب من الشيئة. لما أدخل أنا غرف الشيئة وأقول لهم أني أنا سني وأني أفضل أبو بكر على علي وأناقش في مسألة الصيام عائشة أو مسألة قتل عثمان أو أي مسألة في مسائل الخلافية، أجد الترحاب وأجد الاحترام المتبادل. بينما لما أدخل أقسم بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو إني كنت سني باقي سني وأذهب إلى رماة السنة وأسألهم عن بعض المسائل، أتربي هذا الشيعي، أتربي هذا الكلب، هذا الرافضي، أتربي هذا المجوسي، هذا الشيعي، يا ناس أنا سني، يا عالم، يا بشر، أقسم بالله الذي لا أنا سني ماني شيعي، بس أبغى أفهم أنا كيف يزيد كيف فعل بنات الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. لا لا لا، أنت كلب، أنت متخفي، أنت أقسم بالله أنا سعودي قبيلة يا عالم، أنا من قبيلة مشهورة في السعودية من أكبر قبائل السعودية. لا لا، هذا أكيد يامي، هذا نجراني، هذا إسماعيلي، هذا خبيث، أترك هذا الخبيث. إننا لا نرجعون. أرى أنتقل مرة ثانية لغرف الشيعة، أنا أقشهم أجد شتان، يعني صراحة شتان. أنا أسأل الله لنا ولكم التوفيق ورحمة الله والديكم ويكفي أخلاقكم وعلمكم. أنا وجدت عند الشيعة شيئين، الأخلاق والعلم، لن تجد يعني في المذاهب الأخرى مع احترامي لهم
حتى في الأشاعرة وغيرهم وحتى الصوفية الأخلاق مع العلم تجدها مكتملة كما هي عند الشيعة. يعطيكم العافية ورحمة الله والديكم، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. حياكم الله من جديد، مثل ما استمعتوا أخواني وأخواتي، مثل ما استمعتوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكرر إن شاء الله يكون هذا الفيديو له صدى وله تأثير وله انتشار واسع، حتى نبين إحنا ما عندنا إلا إقامة وعرض الدليل، نقيم الحجة ونعرض الدليل ونترك الشخص الذي يريد أن يحكم ويريد أن يعني ينصف الحق ينصف الحق. أهلا وسهلا، شخص متعنت لا نريد أن ندعو له بالهداية، لكن لا نريد أخواني أخواتي جملة نقاط دونة من نفس الكلام. أولا نعقب على الكارثة الطامة التي جاء بها هذا الوهابي. وهابي يقول أنا سأتي لكم بمصحف فاطمة. أولا نسأل سؤال مختصر بسيط. اليوم الشيعة يصرحون باعتقادهم، أنتم تقولون علينا يعني بشكل كذب وبهتان بأننا نعتقد مثلا بتحريف القرآن، نعتقد بأن الإمام علي عليه السلام إله، ونعتقد بأن الإمام الحسين إله، و و و والجملة من الاعتقادات التي تنسبونها إلينا، ونحن كما تقولون نقولها بشكل صريح. ولكن أخواني أخواتي السؤال هنا، إذا كان اعتقاد الشيعي بمصحف فاطمة فأتونا بكلام مبتور، نريد كلام مبتور فيه فقط مصحف فاطمة هو القرآن قرآن الشيعة، ولا تأتي بالكلام القبل أو البعده. أنا بالنسبة لي راح أقبل، وهذا تنزلا نتكلم نتنزل مع كذبكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء غير موجود ليس له وجود. مثلا اليوم شخص يقول أنا سأتي لك مثلا 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 بشيء ليس له مثلا، ماذا نقول، ماذا نضرب مثال، فلنجعل المثال هو محصور بموضوع الجسد والروح. مثلا يأتيك هذا الشخص الوهابي ويقول سأراويكم الروح بشكل يعني ملموس. اخواني اخواتي ماهية الروح، كيفية الروح، هذا كل شيء غير موجود، ليس له اكتشاف، ليس له يعني شيء على ارض الواقع. فهنا الموضوع اصلا هو مسلوب بانتفاء وجوده اصلا. فمصحف فاطمة ليس لدينا مصحف فاطمة، فكيف ستأتي به؟ استثمرت هذا الموضوع باستبصار هذا الشخص السعودي لنور محمد وآل محمد. اذا هذا هو فيديو ملخص اليوم، نبارك لهذا الاخ المستبصر، وبالتأكيد ندعو للجميع بالهداية، فوالله لا نريد لهم إلا الهداية، وفي أمان الله.